الرحمن الرحيم. إلى أصحاب المروءة والشهامة، إخوان أيسنا من الحكومة والله العظيم. شوفوا هاي المدرسة من 2005 ولحد الآن طين طين. هاي القاع صارت لها صار لها مليار سنة طين، وهسه احنا بالطين. هاي الطلاب خطية، ما شراب ماكو، مرافقات ماكو، هاي الصفوف كل سنة نطيح ونطيح ونبنيها، والعسل ما اكلتها. باو ذولا الطلاب خطية، وهاي الصفوف والله العظيم كأنما جحور، جحور مو صفوف مدرسة، جحور جحور. هذا الصف السادس باوي، هاي قطعة الصف السادس، وهذا الاستاذ يدرس. الله وكيلكم بقبر. شو تشوفوا من الطلاب؟ ذولا الطلاب قبر، الله وكيلك. هذا الصف الخامس، هذا الصف الخامس، وذن بنياتنا. ذن بنياتنا. شو اسمك بوي انتي؟ شيماء. شيماء بيا صف؟ يا مدرسة عافية. وهذا صف الرابع طين، الله وكيلكم قبر. وين اصحاب المروءة والنخوة؟ اخوان هاي المرافق مالتنا، هاي المرافق مالتنا شوفوها، الله وكيلكم. حتى الحيوان ما يدنا يمها، حتى الحيوان ما يدنا يمها. هاي حتى الحيوان ماي تيزاب، شاهد الله الماي تيزاب تيزاب. هاي طلاب احنا نشتري لهم ماي، والله هذا التانكي مال ماي احنا اشتريناه، لا عندنا مكان نقعد بيه. بعد شلون يصير احترام للمعلم وتقدير؟ من اي ناحية يقدرون المعلم ويحترمونه؟ هذا الماي نشتري ترامز على حسابنا، الحاوية احنا اشتريناها، هاي السيارة وروح نرجع بيها كروثة 30 زين. وهاي المدرسة، هاي الادارة عود مقدرين احنا الادارة، هاي بنوها للقرية على حسابهم، هاي الادارة. وهاي وضعية المدرسة، وبكيفكم بعد لله في الله سووها. يلا في مال.